وينضم إلينا مباشرة من شيكاغو السيد نمرود سليمان الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بك سيد نمرود. مرحبا. أهلا بك. اتساع لدائرة العنف والاستهداف من الواضح من قوات الاحتلال الإسرائيلية باتجاه الجنوب اللبناني يقابله أيضا تصعيد مضاد من قبل حزب الله. يعني في أي إطار تقرأ اتساع دائرة يعني العمليات العسكرية فيما بين الاحتلال الإسرائيلي وبين حزب الله، ولأي مدى يعني ما يدور على أو داخل الغرف المغلقة من حديث سياسي قد يكون له أثره أو انعكاسه بشكل إيجابي على تضييق إطار هذه العمليات؟ سيدي الكريم، دعني أقول التالي بمنتهى الصراحة. اليوم الضربات الإسرائيلية كانت نقلة نوعية عندما قصفت بمار الياس ورأس النبعة. المستهدف من مار الياس كان محمود ماضي قائد بحزب الله، والثاني كان مسؤول إعلامي محمود رفيق، إلى درجة وزير التربية اللبناني أعلن إغلاق المدارس في بيروت وليس في الجنوب يومي الاثنين والثلاثاء. منذ 18 عام، يعني من الحرب الأخيرة اللي صارت بين إسرائيل وحزب الله، كان الإسرائيلي يبحث عن فرصة، لأن يعني العامل الذاتي كان متوفر عند إسرائيل من أجل ذلك، كان ينتصر الفرصة والعامل الموضوع. عندما جاءت أكتوبر 7 أكتوبر توفرت الفرصة الذهبية لإسرائيل فقامت بما قامت به. ثلاثة، ما يجري في لبنان حقيقة هو صراع إيرادات ما بين إسرائيل وإيران، والذي يدفع فواتير الدم هو الشعب اللبناني والشعب اليمني والشعب السوري والشعب العراقي. في اللحظة نفسها الإيراني والإسرائيلي يستثمران هذا الوضع من الآن إلى مجيء ترامب، لأن الأمريكان سواء الإدارة الحالية أو القادمة أعطت هذا المجال، يعني أكثر يمكن صار أقل من 60 يوم لنتنياهو ليتصرف كما يحلو له. كلما اقتربت فرصة استلام ترامب كلما زادت الضربات الإسرائيلية، وما يقوم به آموس بوكشتاين هو شراء للوقت، والدليل على ذلك كل ما جرى بغزة من حوارات لم يصل إلى شيء، الصورة نفسها ما يجري في غزة. نعم، ولكن سيد نمرود اسمح لي، بما أنك تحدثت عن آموس بوكشتاين، يعني ثمت حديث عن أنه من الممكن أن يأتي يوم الثلاثاء لبلورة اتفاق لوقف إطلاق النار أو وقف الحرب الإسرائيلية على لبنان. يعني هذه الأمور التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية بعد مساودة اتفاق تم عرضها على واشنطن وعلى المفاوضين اللبنانيين، تنتظر ربما إجابات حولها تمهيدا للانتقال إلى مرحلة ثانية مع الجانب الإسرائيلي. هل تتوقع أن يكون هناك عقبات أخرى تعوق مسار التفاوض المزمع أو المرتقب؟ لنتحدث بمنتهى البساطة، آموس لم يحقق شيء عندما كان بايدن رئيسا حقيقيا، كيف سيستطيع أن يحقق شيء ودخلت أمريكا بمرحلة البطة الأرجاء اللي مفهومة؟ يعني هذه الإدارة هذه الإدارة الأمريكية الحالية بقيادة بايدن هي مسلوبة الإيران. ولكن السؤال المطروح، لماذا يقوم هوبشتاين بهذه الزيارات؟ هي لشراء الوقت. لا يمكن، لأنه بالبرنامج اللي وقعه هو برنامج أمريكي إسرائيلي، أهم شيء فيه أنه نحن إسرائيل بدها تدخل بالوقت المناسب التي ترى. حزب الله أو إيران لن توافق على هذه المسألة، لذلك مثلما جرى بغزة من مفاوضات، وعندما كان إذا نتذكر تفاؤل بايدن بشكل تام لم يحصل شيء، والآن لم يحصل شيء إلا بعد وصول ترامب. ولكن قبل وصول ترامب أن نتنياهو ما يريد. كل هذا نحن عم نوصف الحالة، كل هذا لا يعني أن إسرائيل
دولة مجرمة، دولة محتلة، ولكن الواقع هكذا يقول. بما أن قلت السياسة بخواتمها، بخواتم السياسة، ماذا جرى بعد أحداث 7 أكتوبر؟ غزة انتهت، إذا ما انتهت بالأسلحة، بالقتل، بالدمار، ستنتهي بالجوع. الشعب الفلسطيني ذهب إلى المجهول، الشهداء أكثر من 45، الجرحى أكثر من 100، تحت الأنقاض بين 10 و15. ونفس الشيء يجري في لبنان، لأنه بالنسبة للإسرائيلي الخطران الكبيران على إسرائيل كانتا حماس وحزب الله. جاءت الفرصة الذهبية اللي كان يبحث عنها من 18 سنة بالتعاون مع شريكي الأمريكي، فجرى ما جرى. نعم لذلك تلاحظ الآن ما يجري بغزة وما يجري بلبنان لم يجري به سابقا بالعالم. ولا وأستغرب من هذا السكوت العالمي على كل هذه الجرائم، ولكن هكذا هي المصالح، لأنه لا شيء يحرك هذا العالم إلا المصالح. الصداقات كذبة كبرى، العداوات كذبة كبرى، المصالح هي الثابتة الآن. هكذا تقتضي المصلحة الإسرائيلية، نعم وهكذا الغرب مع إسرائيل، والشعب الفلسطيني والشعب اللبناني لا حول له ولا قوة. والقرار، تحولت لبنان وغزة إلى ساحة مثل ما قلنا لكسر الإيرادات بين أشكرك الإيراني مع أشكرك غير جزيل إسرائيل. الشكر السيد نمرود سليمان الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا مباشرة من شيكاغو.